السلام عليكم البنات. اليوم غادي ندير معكم واحد الفقر صراحه كيطلع زوين ومقرمش فهمتي، وتيجي قاصح يكون زوين. غنخرج منه ثلاثه شكيلين، وهذا الشكيل هذا غادي ندير منه ثلاثه، هو غادي ندير منه الفرق ما يبان لكم كيف الناس ما بالنسمة كل واحد واش غندير فيه. وها هو شكيل اخر، غندير ثلاثه ديال الشكيلين. نتمنى من الله يعجبكم ويخليكم مع الفيديو، خليكم مع الصور فرجة ممتعة. ندير اليوم واحد الفقاس، نسبق لي ودرتو معكم. دابا غادي ندير واحد طلبية كبيرة، غندير جوج كيلو من الهرس البيض، نديرو جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا كيلو كي تشوفوا هذا كيلو. أنا غادي ندوب المقادير، غادي نزيد ستة أخرين، غادي نهرس ستة أخرين دابا. أنا ندير جوج كيلو كي تشوفوا، جوج كيلو تنديرو له 12 البيض، كيلو تنديرو له ستة البيضات، وكنزيدو واحد صفار سبعة، كنحيدو الصفار ونخليو البيض صفار كندهنو به. هذه بيضة من هاد البيض اللي درنا. دابا غادي ندير السكر، نخلط كل شيء وعاد غادي نبقى نخدم. انتم غادي سنيده خشينه هي الحبيبات، واحد جوج كيسان، أربعة ديال الكيسان. ندير عاوتاني أربعة الكيسان ديال الزيت، واحد جوج ثلاثة وأربعة، ونزيد عاوتاني جوج كيسان ديال الحليب. أنا غندير المقادير كلهم في خطرة، عاد غادي نخدم. اللي عنده العجانة يدير العجانة، ها كاس ديال الحليب، ها جوج، كندير واحد جوج شوية، جوج كيسان قول ديال الحليب. دابا غندي جوج خميرات حمر، واحد البريصة ديال الملح، واحد الفاني غادي نديرها دابا. جوج خميرات حمر غادي ندير، كيلو خميرة وحدة الكيلو، بسم الله. غادي نخدم هادشي مزيان، تيدامج هادشي غادياتين، غادي نخدم مزيان. وهاد الفقاس كي قلتلكم راه سبق لي وحطيتو معاكم، تيخصو يطيب في الفران محلول. وخا ديرو الخميرة متيتشققش، هاي فاش طيبوه غتخشيوه في الفران بارد، راه ما تشعلوش الفران كاع حتى توجدوا الفقاس ديالكم، وديروا تشعلوا داك الساعه في الفران، تشعلوه غير من التحت وطيبوه الفران محلول، ما يكونش الفران مشعول. بعد ما خدمت هادشي مزيان عندي واحد جوج زليف ديال اللوز اللي غادي ندير له اللوز، رطبته من البارح، ها هو رطبته في الليل وقطعته شنيفات صغار. عندي واحد المعلقه ديال النفاع وحبه الحلوه مدقوقه،
النسمه باش كذا دير النسمه مزيان. خدمه الشعب هذا باش كيخدم مزيان. والطحين على حسب اللي دخل لكم، جوج كيلو كيلو ديال القص يدخل حتى كيلو ونص ديال الطحين، كيلو 300 كيلو 400 تدخل شي مرات، كيلو 200. دابا جوج كيلو غادي نشوف شحال دخل لي بالضبط ديال الطحين. دابا غادي نبقى نضيف الطحين تدريجيا شويه بشويه، ندير هاد النفع، معلقه ديال النفع وحبة الحلوة ونقوبة مزيان، ونطحنوها في غادي نضيف الطحين شويه بشويه وانا كنضيف. هنا كان عندي شويه طحين هذا ما غاديش نشوف شحال ديال الطحين غيدخل. ندير دابا الخميره ديال الحلوه، خميره كيما هي ديال الحلويات هكذا، درت جوج حبات كل كيلو درت له خميره ولا ما كترتقوش. دابا غادي نكمل الطبق ديالي فارينا هكذا وانا تندير تدريجيا شويه بشويه. دابا راه داز هزات لي كيلو وشي حاجه داز فيه، غادي نكمل بهاد الطريقه ونوريكم الشكل ديال العجينه ديالي. غنجمعها هكذا العجينه ديالي، ها هي غنفرقها على ثلاثه، غندير ثلاثه الشكل ديال الفقاس كل واحد غادي نديرو بنفس عجينة فخاطرة نفس العجينة. هيا غادي نفرق هاد جوج كيلو، غادي نفرقها هكذا على ثلاثة. هاد غادي ندير له شوية د الكوفيتير مربى و الكوك، هادي غادي ندير له مربى و كوكاو هكذا. هو ندير هكذا، نديرو غير شوية مغاديش ندير بزاف صراحة، هاد الفقاس تيطلع زوين بزاف، الطريقه ديالو زوينه وتيجي حتى في المذاق وفي الشكل وفي كل شيء. ندير هكذا البلوح اللي بغى يدير الجنجلان، اللي بغى يدير غير الجنجلان هنا يدير نلوح شويه ديال الجنجلان، هنا غادي نلوح شويه ديال الكاوكاو مهرمش ومحمر. غادي نمشيو تنلهو هكذا شويه بشويه هكذا كيما كنديرو الفقاس نيت هكذا. غادي نقادو الفقاس ديالنا هكذا بهاد الشكل، نحاولو نردو ديك القطعة ديك بديت تنطول التالي لتحت، نديرو هكا على حساب الغلط اللي بغيتو منضربوش عليه بزاف. نديرو الفقاس ديالنا الفقاس ديالي دهنتو بشويه واحد جوج بيضات، شويه ديال السوجا، شويه ديال القهوه سريعه الذوبان هكذا، وحركت مزيان ودهنتو. انا ضربتو بالخشيطه هكذا، هذا بالنسبه للاول اللي دايرين فيه كاوكاو. غنديرو دابا يطيب، ندير الفران كي قلت لكم الفران يكون شاعل ويكون بارد، نخشيوه في الفران بارد وما تسدوش عليه الفران بزاف، نخليوه يخرج شويه ديال النفس ديال السخونيه باش ما كيطرطقش مزيان هكذا حتى يولي رقيق. هو فيه اللوز ولا غير اللوز تيبان هكذا، غادي نقلبوه مزيان مزيان حتى يولي رقيق هكذا على هاد الشكل هذا هكذا. شويه ديال الكوفيتير في الوسط
اللي بغى يدير هكا ويدير، اللي بغى يدير تاديك قطعت هذا الشكل. هذا هو كي تشوفوا قطعته هكذا، داك الباويل قطعته على شكل فقاس نيت، هو مازال خضر. هذا كيطيب غير طيبه وحده، وصراحه تيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ، تيجي زوين ما نقول لكمش كي تيجي، وتيطلع ناجح 100%. هذا خلي تنطيب هذا عاد نوريكم الشكل الاخر، راه كلشي عارفه هاد البويو صافي. وتحط تحتالف، ها هو كي درت له يا حربلتو عادي هكا، ما يكونش اغلب بزاف، ما يكونش هكذا. غادي نحطو شويه، نحاول نضغط عليه غير شويه ماشي بزاف. هنا ورمت انا هدي بيديا هنا، نستمرو بهاد الطريقه. ها هو اللي عمرته شويه، هاد الجناب تيتحرق لنا، ديك الكوفيتير نحيدوهم هكذا، ديك الكوفيتير اللي كنعمرو به. ها هو كيجا دابا غادي نقطعو بعد ما درت له واحد الشويطه فازقه شويه وغطيتو، حيت هذا ما تيتكوش يتكسر بزاف. ها هو دابا غادي نقطعو، تقطع كل واحد على حساب قداش بغا. ها هو انا تنقطع بهذا الشكل هذا، ها هو كي تيجي تيجي عامر من داخل، تيجي صراحه رائع، وتيجي حتى في المذاق وفي كل شيء. هو الكاوكاو تيكون عامر به الداخل. الفقاس اللي درت اليوم ها هو، ها هو هذا الفقاس اللي كنديرو عادي غير باللوز. هذا الفقاس اللي لويتو على شكل ببوشه وعلى شكل عين وحاجب. ها هو ثلاثه شكيله خرجت منهم، هذا درتو بالقهوه، هذا درتو بالكوفيتير، هذا درتو بالكاوكاو كاكاو عفوا. هذا الفقاس اللي درت بالكوفيتير وكاوكاو، هاكي تيطلع صراحه تيطلع زوين وكيشهي. ونتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفقاس اللي درت معكم اليوم، ونال الاعجاب ديالكم وبارطاجيو وديروا جيم وتشاركوا مع الاصدقاء ولا فاميل، وديروا جيم وديروا جيم وبسلامه.